تتوالى ردود الأفعال حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط، وخاصة لمحطته الأخيرة في لبنان، ودفعه باتجاه الضغط على الحكومة اللبنانية واللبنانيين لتجفيف موارد حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران ماليا وعسكريا، والذي يشكل تهديدا للسلام في الشرق الأوسط. محاولة بومبيو تأتي للحد من مطامع إيران في الشرق الأوسط وقطع الطرق أمام محاولاتها للسيطرة على المنافذ البحرية للمتوسط وتوسعة أنشطتها الإرهابية من خلال الهيمنة على إرادة الشعوب الحرة في لبنان وسوريا واليمن. تقدم إيران لحزب الله السلاح والمال، هذه المساعدة تؤدي إلى تغليب فئة لبنانية هي في هذه الحال حزب الله على بقية الفئات اللبنانية، وطبعا تدعم وتزود حزب الله بالمزيد من الوسائل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. نرى في سوريا ونرى ما يحصل في دول الخليج العربي مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الضغط الأمريكي المباشر مترافقا مع قرارات الكونغرس الأخيرة في فرض عقوبات جديدة على إيران وشخصيات إيرانية بالتزامن مع إعلان هزيمة داعش خلال الأيام الماضية. جميعنا نشعر بخطورة إيران، نشعر بخطورة الدور الإيراني في الشرق الأوسط، دور مزعزع في الكثير من الدول. زيارة بومبيو للبنان أتت في هذا السياق للفت انتباه القادة في لبنان على مخاطر حزب الله وعلى دور إيران عن طريق الأداة الموجودة في لبنان. حزب الله أداة تخريبية، أداة تدعو إلى الشر لا تدعو إلى الخير، ونحن نتفق في هذا إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الأصدقاء، ومساعي الدبلوماسية في طريقها لتكثيف الضغوط على إيران، لأنه ما تقوم به إيران في المنطقة شيء لا يمكن أن تقبله مواثيق الأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن أو كل ما له صلة بالعالم المتحضر. كما تتوافق هذه الجهود السياسية الأمريكية مع تطلعات المنطقة للتخلص من محاولات دعم وإرساء الإرهاب في الدول العربية لخلق الفوضى التي تصب في مصالح ومطامع إيران الإرهابية، والتي تجلت بوضوح عبر السنين الماضية في دعمها للحوثي الإرهابي مسببا حربا امتدت لسنوات، وبدعمها لحزب الله الإرهابي الذي طالت تدخلاته سياسات حكومته وبث الفوضى في دول الجوار. المسار الأمريكي جدي للغاية في التصميم على تقويض ودحر جهود إيران الإرهابية ومطامعها في المنطقة والعالم، وذلك من أجل تحقيق السلام نحتاجه جميعا مع الحفاظ على هوية الأوطان. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، الأمم المتحدة، نيويورك.